عيد وغدوة إذا العيد، شو محلاها الواحد يبدأ بجبة عربي في العيد ويدور ويعيد بك الحويج العربي المزيانة برنوس، خطر بتاتر غدوة الطقس راهو بارد وفيه شوية شتاء، وهذا الكل وين تنجموا تلقاوه؟ ما تلقاوه كان معاه عتاب رضوان. عتاب رضوان الماركة التونسية المتخصصة في اللباس التقليدي التونسي من عام 1995. تلقاهم الجبة للبرنوس، الكسوة العروس، الحنة، اللوطية، الصداق، للعرس. عتاب رضوان تلقاوه في باب سويقة من دخلة الباساج، كيما تنجموا تكلموه على 98 325 120، ولا تدخل على الباج فيسبوك وانستغرام عتاب رضوان. كان تحب روحك مزيان عليك بعتاب رضوان. اش قولك في اللقطة؟ احنا هو اسمه عتاب، نعاتبوه على حاجة واحدة عتاب، انه بعث الشبايب المراد الزغيدي، وانا وياك نجيب انسانة حتى جرد فرملة، حتى جرد واحد مال الوليد زريات هالي. هنا عندي عرس بعث الزريات نشوف فيهم البارح خارجين كل واحد عمل قسط واحدة امالين بعث لي قالي بعث لك نكت. لا والله ما بعث لي، والله يا عتاب تو معقولك تو احنا انا اغزر احنا فرحانين بيك، وانتي افرح بينا وعيادي وزيد دايم وعيادي مانا وخوك نجيب راه يستحق الجبة، عنده مواكب رسمية، عنده ليلة القدر، عنده ختم قرآن، عنده كده مش يقعد بشيلهم هكا بالزي بتاع عفوان، ما يزم زي عتاب وفي بالك الجبة غالية وطاو بشي بدا يدور على التنسيقيات وتنسيقيات بالأصالة ورجال الأعمال بتحضير الحملة تشيلها كيكة بليش جبة ترفع برش. لا ما لا ما هو جبة خطر منفوخة تبتحط تبتحش الداخل تبتحط الاسباسي بدا يقعد. عندي واحد صاحبي الله يفك ربطيته يحكي لي كيفاش رجال اعمال يجوا في حمله الباجي. اي والله جيب قفه معبيه بالفلوس في المال تاع الكراه. قال له قال لك والله يس الباجي لما تخاها الباجي. قال لي ما انا خوش. قال له والله فيها البركه في الزيتون اظن فيها البركه في الزيتون. الفودير كل الاحزاب عملت لك ايه كل خدمه الفلوس الا اليسار الا الاحزاب اليساريه لا عندهمش رجال اعمال المسار لا المسار عادنا نقول كل مسار تأقلموا زادة حتى التيار بكل صراحة التيار يجب لك على تقارن في هشام العجبوني نهار كل يدور بالكيس هشام العجبوني مسكين هشام العجبوني فلوس نايب على منطقتي يسار بارك لأنه ما فماش رجل أعمال ترهن عليه. العجبوني حاول يغريك ديما بالخلاصة. لا العجبوني ما نعرفوش يشكي بيك العدو كيف كيف هو لازم يشكي بيك ناس ناس خاطر هو مكشخ وين الهبل كله بيمشي يشكي يقول برا اثبت خليه لي سي هشام هشام العجبوني ها وش قلت يعني بيه اظن لي في القضايا كيف باش تولي انا اش قلت هشام العجبوني يدور بساشياتك حل هكا ولا في امريه ولا اسبيرونس ليه يدور بساشياتك حل هو باش يشكي بيه في وفق البناء على المرسوم يلعب ذري شديد في الطبقه السياسيه الكل كان هشام العجبوني ساشي لك النهار هز ساشيك اكحل هو وقضاء من عند من عند قطار من عند خضار بالتالي هشام كل روح رياضيه ومشكيش تو جاني ميساج علاش تميش في الترشحات الرئاسيه لو قبل ما يعلن نزار الشعري نزار الشعري فكر لي يذبع للنهار السبت فكرة لا قال سأعلن ذلك اي سأعلن اي قال سأعلن ما انت عالم بمترشح ما مترشح ذاك اللي هي برسمي مع العلم جزي. اللي لاحظوا لي البارح وهو طبيب يتمتع بشعبيه سيبرير والله تقريبا مرشح جدي هذاك مرشح جدي والله ينجم يجي من تيلي ويقول يا مالي راه ما تفيق بيه انت لا يركز له هذا ركز له شكون يجي وشكون ما يجيش عندي قصدي لا اسمه يفرح بينا مش ما نفرحوش بيه فما اصدقاء معنا مستمعين وفيين للبرنامج اوفياء جبدوا البارح على المترشح اللي حكينا عليه قال انتم تغيبوا فيه تماما شكون ما حكيتوا هو صافي سعيد وبالحق ما حكيناش لانه صافي الى الان اي ما حكيناش عليه هل سيعلن ترشحه وقتها باش يعلن ترشحه المعلومات اللي عندنا كصحفيين وكذا انه حملته الانتخابيه قاعد عامل فريق بتاع حمله وبحذر حمله غير عاديه بالمره بالضبط وبرنامج ايضا غير عادي بالمره دوزيام دوغري لا لا بجد لا والله بالحق والله 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 الكل يقولوا عكس ذلك في الكواليس لا على صافي سعيد على صافي سعيد مش قلنا عنه عنده اشكاليات قضائيه وقانونيه ايش دخل هذا في هذا البترو مش محسوبه ايش دخل هذا اما لعلمكم في كل استطلاعات الراي الجديه والغير جديه وهي اغلبيتها غير جديه ديما في الثلاثه الاولانيين بدون منازع وهي حاجة أنكر ويابل وقد استقر فيها من برهان رغم من 2017
والصافي سعيد ديما في التوب 5 بالضبط بالضبط. يلا هذه تو عندنا تو ما تغيبوهوش تقريبا باش تكون. لا بالعكس مرحبين شنو فما ما احنا ما نحكيوش عليه في البلاتون نادي رانا نحكيو عليه. وحاولنا نستضيفوه قبل رمضان وجا لكن ما لقاش بلاصه باش يباركي روح وسمع خونا حسام الكلام اه وي 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 على غياب باركينج. ان شاء الله المره القادمه والامور مريقله بالطبيعه وقادمين على حمله انتخابيه ان شاء الله تكون باهيه وسخونه وفي مستوى تطلعات الشعب التونسي. وتوا جاء الوقت باش نحكي لكم اش بيك تزرب فيا ما عادش تقول يلا مخرج ما عادش تقول يلا راه احنا كي نبداو في الواحد علاش هك توا مع نزل المراد يلا صار عندها تليفون انا اللي غلطي ما نسي قول لي راه عندنا واحد باش يربح جبه مع خونا عتاب. احنا بدينا في العتاب قبل ما نربحوا الجبه. يلا شكون معايا في الهاتف باش يربح مع خونا عتاب احسن ماركه في اللبس العربي؟ شكون معايا؟ بس النور فاطمه من تونس. مرحبا بالله فاطمه. منين من تونس العاصمه ولا فاطمه؟ نعم من العاصمه ولا الاحواز هكا الجنوبيه الشماليه؟ من المروج. يا مرحبا بالله فاطمة ومرحبا بالمروج. اش تعمل في الدنيا؟ نخدم موزع هاتف. وين فين موزع ستاندار؟ في منظمة. شو اسمها المنظمة؟ منظمة اقتصادية غير حكومية وتتلقى تمويل أجنبي. احنا اليقظه التامه راهو حتى مش ما تكونش جبه ولا تلعب في المسابقات. احنا ما هكا نحطوا ميكرو في الجبه نحطوا ميكرو في الجبه. شو اسم المنظمه؟ لوتيكا. لوتيكا مراد يعرفها بالبيه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ويتردد دوما على بلا بلاش مش يعرف بلا مش يعرف الناس ذوي الحاجيات الخصوصيه نهار كل سيكل لوتيكا هذاك جمعته. هيا يا مرحبا بيك الا فاطمه معرسه ولا اي هيا شو اسمه المسيو؟ الاسعد. وشنو هي كانت قصه حب عاصفه هكا مع الاسعد ولا عاصفه؟ اي نوعا ما. ورئيس السابق للاتحاد الصناعي والتجاره حب يقف عثرة امام حبكم ولكن انت تحديت وقلت له نقعد في ستوندار نلعب بالتليفون وكلم الاسعد بليش. هكا كانت قصة حبكم؟ بالعكس لا لا ديما نطلب من تليفوني. من تليفونك؟ عمرك لا استعملت النهار تليفون المنظمة العتيبة الرهيبة العجيبة؟ لما نادي رن نادي رن استعملت تكلم الاسعد ولا حد اخر؟ نكلم العائلة الوالدة الوالد الوالد والوالدة عادي تكلمهم. لا 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 على حساب المنظمة عاد كم عاد ما نكثروش. تليفوني ديما عندي بونيس. بونيس تكلم من بونيس ولكن تتكلم من نومرو المنظمه ساعات للوالده. لا تكلم تكلم تحكي لها على الاسعد البارح. ما هو ام الاسعد حيه ولا امه حيه؟ هي ربي يفضلها. وقت عاد التليفون يطول عاد كي تحكي لامك على ام الاسعد يلزم المنظمه هكا ولا لا؟ انا امي متوفيه. اي ديما نكلمها. الله يرحمها وربي يفضلك. ما لحماتك ها؟ حماتي نحكي على حماتي. على حماتك اللي تحبها يا باهي والله ربي ان شاء الله يطول العشره. ربي يشفيها. وربي يشفيها. ولسعد ولسعد شو تقول له بربي هاي في الكلمه ليلة عيدك؟ لا بحذيه. ايش تقول؟ هاتوا 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 لسعد. يا لسعد يا لسعد ايش يا لسعد شو عندنا نعمل؟ بقيت الاخبار وقف عليه فهم شيء. ايش يا لسعد ايش؟ الو الو السلام عليكم. واهلا بلسعد اهلا بالمعلم اهلا بالمعلم. توا فاطمه ربي يفضلكم بعثكم قالت عمري ما نكلموا من التليفون بتاع لوتيكا. تي ساعتين صحيح هذا كان ما انت ما تمشيش بحذاها وتبدا تدور في النوامر سيدي انت. لا هي هي مغرومه بالمشاركه هكا نخليها على راحتها تتكلم في عقلها. زاد تشارك في المسابقات من نمرو لوتيكا زاد. لا خارق العاده خارق العاده خارق العاده. شنو الاسعد مغروم بالكوره ولا انت؟ لا انا نحب الاستيرونس ربحت يرحم والديها خسرت يرحم والديها. يا ولدي والجماهير والله معلم الاسعد لا تتنرفز لك هذايا عندك فطومه وعندك عائلتك وعندك الوالده ربي يشفيها وربي يفضلها وراي اول ما تكلمت
قلنا لها يا بنتي كذا، قالت حماتي هذيك، حماتي قبل كل شيء. لا هي تموت على امي، تموت على امي. انت بالتالي فهم روحك واستهل الله فيها انت ويزي من ال... يعني كمان عاد لا سعد راه يغزر قديش عامله الفاطومه يا سيدي. فاطومه، وبفضل فاطومه انت ربحت جبه قمقومه من عند عتاب رضوان. غدوه يا خويا تبدا تتبنى في ثاني عيد ثالث عيد ان شاء الله تخلط لك المده هذه. يا سي لا سعد ولا فاطومه، وعيدكم مبروك وسنين دايمه. بارك ربي يبارك لك ويرحم والديك. ربي فضلك، ربي فضلك. هات لي فاطومه خلينا نسلموا عليها عاد. لك فاطومه. وي سي برهان، هاي هاك دبرت له شبيبه المسيو زيد. يعطيك الصحه والله بارك الله فيك. ربي فضلك وان شاء الله وان شاء الله ديما حياتكم افراح ومسرات يا ربي. وهو على فكره راه ولد باب سويقه. اي ولد باب سويقه زاد الاسعد، ما لا يتعدى العتاب رضوان بطبيعته هو في باب سويقه يهز جبته من غاديك. هاي باهي. اسمع ينجم يجيب لنا شبيب نتاعنا ولا زعما هاي ما يصير ساي برا برك تو نتعداو نحنا مش مشكله. يلا يعطيك الصحه فاطومه، عيدك مبروك وسنين دايمه. هاي المرادي، المرادي توا توا جاء وقت الربح مع المرادي وما ادراك. هاي يعطينا سبوت المراد. تعدي لي فاكونس اللي تحلم بها معنا، نضمن لك السيرفيس والكونفور والراحه اللي تلوج عليها. دي شومبر فاميليال للعائله الكل، دي اوتيل اكسي ديريكت على البحر، دي توبوغان وبوكو دانيماسيون النهار الكل. باش تريزيرفي اتصل بلاجونس دو فواياج نتاعك والا ادخل على المرادي.com. المرادي اوتيلز او دولا دو فوز انفي. هيا خلينا نشوفوا شكون اللي ربح معنا العشاء الرومانسي في المرادي، المرادي حمامات. الو شكون معايا؟ الو عكامر مرحبا. وبيك عايشك. شكون معايا؟ مدام لطيفه معاك. مدام لطيفه الخفيفه، منين تحكي معانا؟ كنجيك من المهديه. من المهديه؟ ايه جو كبير في المهديه العيد. المهديه اي لا لطيفه، انت معرسه ولا متزوجه؟ اي متزوجه. وشو اسمه زوجك؟ محمد. سي محمد شنو قد ايه عندكم عرس لطيفه؟ 15 سنة. 15 سنة عرس، 15 سنة عرس تبارك الله. وراجلك من المهدية زادة؟ لا هو من السوسة. اي وش عملتوا فك كسكس الذهب وقت العرس، جابهم ولا ما جابهمش؟ لا ما جابش. شوية شوية. يا عيب عليك، وأنت سكتت له توا 15 سنة. ما ذكروا بالحكاية ليلة العيد، خلي تعدي العيد به. حق الملح، حق الملح إن شاء الله. شو اسمه هو؟ شو اسمه؟ نعم شو اسمه هو راجلك؟ هو محمد. محمد وجه له رساله بتاع ما يجيش راهو شنو الذهب وانت حرام عليك وعائلتك من المهديه ايش باش يقولوا عليك؟ الكسكيس بتاع الذهب وينه؟ بعدها فتحي المولدي توا قال مستعد انا توا نبعث توا نبعث الذهب. فتحي المولدي قال ضرب على صدره هكا كيما ضرب الشيعيه، قال الذهب عليا. لا لا ما قالش هكا، قال لك اشكي بيه وانا محاميك. لطف علي محمد ومحلاكم راهو محلاكم. المهم العشره، والمهم العشره الطيبه، والمهم الجو الباهي هذاك عليه. يا لطيفه يا باهي ربحت انت وخويا محمد اعشاء رومانسي قمقوم في خرجه باهيه في المرادي الحمامات. ان شاء الله مبروك عليك، والكلمه الاخرى ليك يا لطيفه يا باهيه. نهنيكم بالعيد ان شاء الله، كل عام وانتم بخير وسنين دائمه. سنين دائمه وسلمنا على المسيو، وكل عام وانت بخير. اي ويكاند، ويكاند عفوا راه ويكاند كامل سامحني، تبات وغديكا والامور مريقله وانت تنسى الذهب وهو ينسيك والامور تتعدى بالكدا. هذا الكل بفضل المرادي اوتيل. اه يا سيدي ايمن زروق فتحي المولدي شرف هذه تجيب تو عاد ما تنجمش تتكلم في وسط نور البلاتو النخبه النيره اللي بتجاوب معانا على السؤال هل اخطا مفتوح برجليه مباشره انت وايمن زيت عثمان جنيح وعمار جمل اخطاوا في تصريحاتهم ولا انت في عوضهم تعملها تصريحات ولا نعملها ونزيد فوقها؟ لا مش فتحي المولدي، فتحي المولدي بريزيدون تاع ليتوال، عمار جمل ولد الاتوال وجماهير الاتوال، انسى فتحي المولدي يعملها نعرف. اي امان امان برهان انت إيه؟ تحكي كره ولا حرب؟ تحكي رياضه ولا حرب؟ مش انت كنت تقول لنا راهو الكوره وليت التعصب فيها التعصب الديني؟ اي كالدين. تعصب واللي تحب انت إذا... احنا لازمنا نحاربوه اذا كان نقولوا نشجعوه معناها سامحني انا عثمان رجل. واحد واحد قداش يساوي؟ اثنين اليوم الاسبيرانس واحد واحد يساوي الاسبيرانس. اي شي يحب يقول يقول لا الاسبيرانس لا لا هاو هاو. فما ناس اخرين من سوسه مثلا يحكي وش يقول لك؟ شو يقول لك؟ يقول لك اكثر واحد كان يعرف
الانطلاقة نتاع الاسبيرانس اللي خليتها بقيت بعيدة على بقية الجمعيات هي عثمان جنيح في فترة رئاسته اللي قبل واللي يحكي عليها والعركة نتاع اللي كانت بينه وبين سليم شيبوب واستغلال الحكايات اللي كانت هذا هو ما في سوسة ما انا مش نحكي لك او مش نحكي يقول لك علاش تعطي هالفافور هذية بتاع جمعية طلعت على خاطر الاستحقاق الرياضي صحيح لكن مرتبط بمرحلة هي اللي أسست للاستحقاق الرياضي هذا بتاع الترجي فتحي المودي انا عشتها انا عشتها هاي فتوح هاي هيت صحيح انا عشتها هاي. وصحيح النجم الرياضي الساحلي في وقت ما تظلم في بيريود ما بطولة معاش بين الترجي والنجم بين عثمان جنيح وسليم شيبوب انا نحكي على سؤال تسأل عثمان جنيح اليوم هل انه اليوم سؤال وكان هكا بربي اي قالوا اليوم الترجي والبقية قالوا انكونتيستابلمون وي شنو هو اللي جبدلوا الواحد ويبرك اني نجم يعدل نسبيا في الإيجابي كرئيس للنجم الساحلي فتحي انا قاعدين نعلقوا على حاجة وكذلك كرئيس لنفس الحقبة اللي انت تحدثت عليها برهين هكا ولا ليه هو الحقبة اللي تحدثت عليها يعني أترو انت شنو الميساج حبيت تعدي برهين انه في الحقبة نتاع عثمان جنيح كانت نجم اللي تهز برشا بطولات وما صارش هذا بفضل سيركونستانس سياسي معين هذا شحبيت تقول انت قاعد ترجم في كلامك نفس انا مخلتك شي يقولوا بعض الناس الغاضبين على التصريحات بتاع سواسي عثمان او عمر جمال نفس اي نفسه السيد اللي هو الناس تعتبر انت محايد نعرفه محايد على ما دخلش في الناس نفسه هو قال انه الترجي الرياضي التونسي اليوم انكونتيستابلومون بعيد كل بعد على بقيه الجمعيه هاو نفسه السيد معناتها وين انا بعد باش نحكيوا عليه الموضوع هذا باش نحكيوا على الديبا مش على عثمان جناح وعمر جمال بلوتو على البلاتو الكل فهمني على نوعية التصريحات هل المطلوب اليوم لوبجيكتيفيتي أم المطلوب هو الشعبوية وما يريده الجمهور خاطر ثم برشا ناس قاعدين في بلون جورنيت في البلاتوات ناس قاعدة تحب تربح حب جمعية على حساب حاجات أخرين ناس عندها أطمع أخرى من خلال تصريحات دونك هذه الأمور تدخل تتعمق أكثر من أنه كنت خبير أكثر منا باعتبارك على رأس برامج رياضية متخصصة في الكرونيكور لهنا ما تنجمش تفرق فتح المولدي جاي من المحامات رياضي ولد زاد التحليل الرياضي لكن الان احنا باش نحاولوا بربي حس التعذيب بالكهرباء باش يعترف لنا شنو هي جمعيته الى الان حد لا يعرف شنو هي جمعيه فتح المولدي اعترفوا قال لا يعاود لنا توا يعاود لنا توا باش نفهموا لكن ما كورش فتحي قدام ال 50,000 من الببليك بتاع ما نعرفش انا الاسبيرونس ولا ليتوال ولا كذا باش يخليه كمام محطوط عليه ثقل كبير ما ينجمش يتخلص منه أيمن مراد الزغيدي ما لعبش كورة في الكذا لكن هذوما لعبوا كورة عمار جمل ليتوال حل عيني في ليتوال حبته لعبات في سوسة كان رمز في سوسة حتى السبان بتاع الجمعيات الأخرى العمار على خطر إيش نوع لازم يعمل شعبوية في سوسة لازم يعمل شعبوية لازم يقول هذا هو اللي حاجتي بك تجيو هو كل واحد كيفاش حاجتي يقول لك أنا نخدم جمعيتي يقول لك نخدم جمعيتي مش من خلال أني نعطيها مغالطات بل نخدمها من خلال أني نحط الحقيقة ونحط الإصبع على الذي هنا الاختلاف اللي يصير وكل واحد وشنو وجهة نظره مش الاجتماع ذا كايمن كان يصير مغلق ما انت فيش اجتماع مع عثمان جنيح يقولوا ري غلطه كذا وكذا وكذا مش يتقال قدام بوبليك مش يصلح كي يتقال قدام بوبليك حسب رايك مش يتصلح كي نقول انا قدام بوبليك وانت وانتم تعرفوا فتحي بتيتر ويعرفوا ايمن اكثر مني ديما نقول يعني قصه كيما عباره على جي انت قال شنو باش تعمل اصلاح ديني جي قدام المسلمين تقول له ما اسمع برجوليه يا جماعه بطبيعة أنا لنقرنش ليه ومثلا مش ما يضرش والله المسيحية أخير أغزروا المسيحيين قديش عندهم تطور في حضاراتهم وقديش في كده لا ما نقصدش المسيحية الجمعية هذه الجمعية دي نقصد تعرف يا فتحي راه التعصب في الكورة أنا نقول نصيحة للعباد راهي كورة كدين التعصب فيها كدين موافقك يا هذاك عليه مش ما حسبوهاش لولاد قال شنو تحليل وكده يا فتحي شوف 10 دقائق مع بورين مسيس قد 10 سنين مع معنى اللي تعيشوا معنى فخ يا ودي مع بورين في 10 دقائق ساعه استاذ الايمن ايمن عندك مع دريج على ما تكليش دريج لا 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 تكليش عندي نبيل كوكي عندك قوه عجيبه غريبه انت يخلط نبيل مش مشكله عندك قوه عجيبه غريبه راهو يقعد درج هو يحضر في السؤال يحب يهز يهز جاوبني عليه انا فاهمك انت فاهم انا حتى انا شوف بالنسبه لي انا الرياضه تبقى لو احنا على البلاتو ما نبداوش احنا موضوعيين ما نبداوش احنا مش عمار جمل
نعم رجمال ولا عمار وراه ولد ليتوال تربى حل عيدك ليتوال فما جمهور يشوف في عمار يدول نتبعوا حتى عثمان شناير يدول يتبعوا في سوسة عمار موضوعي يرقى في عمار موضوعي يسي ما كسر فوق ليش بلبل ليش مرحبا نبيل الكوكي يا اخويا نبيل لي نبيل لي يزي ما كسر كليت بعض البرم خلي سبورت يا سؤالي على الطاير سؤالي على الطاير رد بالك باش يكون قنبله رد بالك باساجك ما بين الكلوب من جهه وما بين السي اس اس وما بين بقيه الجمعيات الكبيره اللي شديتها في الجزائر وهزيت الشامبيونا وكذا كان كل باساج تعطيه نوت على الجو على على راحتك النفسيه على الشيخه على الواحد باش يبطل باش لا 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 وبعد وبعد خذوا انت في الموضوع هيا بلبل امان نبدا بالواحد نسمي لي بالواحد ونقول لك قول لي باهي نبدا بسي اس اس سي اس اس احسن نوت احسن النوت احسن نوت عملت فيها جو وعملت فيها كذا عملت فيها جو خاطر بناء بناء اسم والانطلاقه الكبيره كانت من غاديك الجزائر احلى تجربه في الزوز في ستيف وفي الدبلوماسيه كلهم لا لا قبل كل ستيف وباشا احسن باشا احسن كلوب امتر فسدتهم فسدتهم يا ايمن فسدتهم ستيف العام تاع فسدتهم بالموضوعيه وسيربيا زيد شامبيون صحيح الحقيقه وناس كانوا معي الاولمبي باشي خلي لك ليه اي قول لي ما شني خلي لك شوف قول لي راني خلي لك الكلوب في يمك فيه من خليني خلي الحب يعرفوا عرفوا اي خلي الحب هيا 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 بلادي بيجا بلادي بولين بيجا تحية البيجا تحية البيجا وتحية لسيد اسماعيل اي سيد اسماعيل النادي الافريقي يحكي يحكي ايش تقول جمهور هذا هو نبيل يحكي جمهور ان شاء الله النادي الافريقي يرجع في يرجع في المكانه نتاعو الطبيعيه كسوى هنا ناسيونال كسوا سو بلان انترناسيونال خاصه انك على المستوى القاري لانه مهم جدا اليوم كي تفرج البارح في جماعه الكاف وتفرج في النيفو النادي الافريقي كان ممكن جدا ما عنده نسبه كبيره وانه كان نجم يتحسن وبهذيك يرجع للكومبيتيسيون ويرجع لل احسن بيريود في الكلوب جوار ولا انترنور جوار ديما خير ديما جوار خير من انترنور شكون كان رئيس جمعيتكم وقتها وقتها الله يرحمه سي شريف سي شريف سي شريف بلامين انا جوار سي شريف بلامين الله يرحمه والوقت اللي انت قاعد فك المليون تيران وكذا وفي وقت زاد صغير سي فريد عباس احسن جوار لعبت معاه في الجينيراسيون هذيك اللي لعبت فيها في الكلوب احسن جوار ولعبت مع فوزي فوزي وقتها فوزي وجو وجو وبالنسبه للاجانب الاجانب استنى استنى شوف سي بلان تكنيك اي اي اللي جاني كنت ثم خلاقين ثم نسخين باين زيد نحبهم كيما صبري كيما عمروش هذوكم صحابي اخواتي الاخلاق مع ايمن بريم اسمع بريم بريم الاخلاق مع ايمن اسمع خلي خلي الانترفيو اقعد اقعد مع ثلاثه لا اربعه مش لا عندك الاطراف الاطراف نخرج جو خيال خيال وخيال وبالنسبه للاجانب بالنسبه للاجانب اللي لعبت معهم في الكلوب احسن احسن اجنبي جابته الكلوب حسب رايك احسن اجنبي جابته الكلوب عمروش كاماتشو عمروش كاماتشو خاطر فما ازمه في الاجانب بالنسبه للكلوب على قدر ما سي اس اس والاسبيرانس ناجحين في الاجانب على قدر ما الكلوب بالنسبه ليك كاماتشو كاماتشو عمروش وعمروش هذا ثم واحد ما نجحش برهان اللي هو ملاعبي برشا والناس كل اللي لعبوا معانا الكل يعرفوا هو ميهالي توت ملاعبي ياسر ياسر مجري ما مشيتش معاه مجري ما مشيتش معاه بالكل على ذيك تو انت قوس صغير حليته معناته نجم لو تجيب ملاعبي ويكون بيتور ويكون ملاعبي برشا ما ينجحش الامثله عديده جبنا ديبيتور من نيجيريا وديبيتور من بقايا اخرين ومشيت في تونس في تونس نجم يجيب ملاعبي فيديت في جمعيته ويجي الكلوب والاسبيرونس اخيرا 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 لا عثمان لا شيء انا ما رقاش توا بحضور معناها نخبه الرياضه الواحد نجيب تزيري كان جاي ملاعبي وانت انترونور وباش تهبطوا ما نعرفش سي اس اس كان ينجم ينقذ لك الموسم كان كذا وين يلعب نجيب تزيري مليتي عملت بيفو ما تكسرش يكسر بجنبي بجنبي انا بجد واحد يزيري واحد عليك ايمن ميرسي بوكو سامح لي وقتك مازال واحد توا باش تاخذ عليه مباشره عيدكم مبروك سنين دائما ماتر ميرسي بوكو على حضور معنا في هالخمس دقائق مراد نفسي وعدت نفسي اليوم 9 ابريل انه فما اسم نلقوه للذاكره الجماعيه اللي هو علي البلاوي زعيم الشباب زعيم الشباب ماهوش دور ثقافة زعيم الشباب علي بلهوان لازم لازم شباننا يعرفوا شكون كان أما للأسف علي البلهوان نهار آخر نحكيه على علي بلهوان تعرف اللي مات بالغلبة
لكن الغلبة ما بعد الاستقلال. ونرجعوا البورقيبة وتعاملوا وتعاملوا مع الجيل الأول اللي كانوا معاه ونفسين على الزعب. يرحم الشهداء واعطيني نعمة في الليل عيد. يلا وانا أقول لكم عيدكم مبروك. باي باي. نتقابلوا نهار اثنين في التوقيت العادي متاع إيميسيون امبوسيبل من 7 بتاع الصباح للعشرة بتاع الصباح. وعيدكم مبروك للناس كله. باي باي. إلى اللقاء.